السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن الجسم الغريب الذي دار في السماء. العديد من الصفحات نقلت هذا الخبر اليوم، هل فعلا الجسم هو عبارة عن صاروخ أم نيزك؟ بعد عدة تحريات وجدنا أن الجسم الغريب عبارة عن نيزك قادم من الشمال، حيث مر من على عدة مدن مثل فاس وبني ملال مراكش أكادير، وأيضا ورزات. جميع المدن شهدت النيزك العملاق، وكذلك أناس من تانوت شيشاوا شاهدوا هذا النيزك العملاق الذي مر من سماء المملكة. وإن شاء الله سنوافيكم بتقارير أخرى إن شاء الله عن مكان سقوط النيزك. مشاهدينا الكرام، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.